التعليم تصدر توجيهات بشأن الامتحان الإلكتروني في الجامعات. أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب اليوم السبت توجيهات جديدة بشأن الامتحان الإلكتروني في الدراسات الأولية. وذكر البيان للوزارة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب عقد اجتماعا مع مدراء الدوائر القانونية والبحث والتطوير والدراسات والتخطيط والتعليم الأهلي لمناقشة واستكمال آليات الامتحان الإلكتروني في الدراسات الأولية. وأضاف أن الوزير وجه بأن تكون الآليات الامتحانية مرنة تحقق الهدف العلمي وتراعي الظرف الراهن للطلبة، مؤكدا أهمية تفعيل استقلالية الجامعات ومنحها المساحة اللازمة في الموقف الإجرائي. وأشار البيان إلى أن اللجان الامتحانية في الجامعات والكليات ستطلع بدور مهم في إدارة تفاصيل العملية الامتحانية عبر المنصات الإلكترونية. وحث الوزير بحسب البيان مدراء البحث والتطوير والدراسات والتخطيط والتعليم الأهلي على توفير الزخم الإيجابي لدى الطلبة وعوائلهم وإيصال رسالة اطمئنان. طبعا الموضوع هذا يعني حديث أكثر الطلاب كل جامعات العراق طبعا، لأن يتكلم عن مستقبلنا. يعني صراحة أنا لحد الآن يمكن أنا من الطلاب اللي كنت أتخيل أنه راح نوصل مرحلة نستغني أنه إحنا ندور على حلول مع التعايش مع كورونا، أنه شلون راح إحنا نبقى نكمل السنة إلكترونيا. كنا نتوقع أنه نخلص من هذا الشيء وخلص راح نرجع نمتحن بالجامعات ومثل العادة، خلينا صحيح. نقول لكن وصلنا لمرحلة بسبب أنه الموضوع كلش طول صار لازم نلقى حلول أخرى ونستمر بالتعليم الإلكتروني. صحيح، ولا تنسين إلا إحنا سبق وقلنا الحياة مستمرة والإنجاز متواصل بتطلع. رغم أنه إحنا تطور الميديا والمواقع التواصل الاجتماعي وخدمة الإنترنت ما شاء الله عليها بالعراق واصلة حدها ما شاء الله. طبعا هواية طلاب القرارات كلش حلوة ومن صالح الطلاب كحماية لصحتهم من خطر هذا الوباء ومن انتشاره، لكن هواية طلاب يعانون من ضعف خدمة الانترنت بكافة المحافظات العراقية، وأيضا في طلاب كثير ما يعرفون يستخدمون هذه الوسائل، خصوصا أنه هذه البرامج مثل كلاس روم ما شاء الله يوميا منزلي لهم برنامج شكل، وكل أستاذ أنت لاحظ كل أستاذ عنده جروب خاص بي، فهذا ايش راح يصير بعقل الطالب؟ يعني بس حتى يصير لخبطه بالموضوع. مو بس هيك، المشكله اكو مشكله له انه مو كل الاختصاصات تقدرين انت اليوم تستخدمين بها التعليم الالكتروني. يعني الاختصاصات الطبيه اللي تحتاج تطبيق، نعم. او مثلا بعض المواد الاخرى لاختصاصات ثانيه تحتاج ايضا تطبيق، نعم. فهذه يعني ما اعرف صراحه شلون الحل راح يكون لها. ما اتصور انه التعليم الالكتروني والامتحانات الاونلاين راح تكون هي الحل. يمكن هذا شيء جديد، يعني انت اليوم راح تخرجين طبيب من سنه دراسيه كامله ولازم التطبيق بها شيء اساسي الكترونيا. لا انا ما اتفق مع هذا الشيء صراحه، الكلام كلش مضبوط، لكن هذا الشيء كان جديد علينا دخل بالعراق، بس هو مو جديد على باقي الدول مثل الدول العربية. مثلا عندنا تركيا بس ما تصور يخرجون دكتور يعني بامتحانات أونلاين، يمتحنون أونلاين. المشكلة وين؟ المشكلة دا تصير وين؟ أي. الحالة دا تصير أنه هسان عايش أنا طالب جامعي ومرحلة رابعة، دا ينزل الكويز أو دا ينزل الامتحان، الطلبة كلهم دا يكوبون كوبي بيست للحل ويعطون الاجابه. زين، الفائده العلميه للطالب استفادها شنو؟ احنا مو فقط نكمل فرض علينا انه كملنا المرحله واستلمنا شهاده. نعم. انا كفائده علميه استلمتها من دراستي للجامعه، اوكي، شنو هي راح تكون؟ دام كوب ولا بس هيك انت يقدر اليوم اي احد يفوت من وين كانت درجه زينه، شو استفاديت انا علميا؟ شلون راح افيد نفسي مستقبلا بالاختصاص اللي راح ادرسه او راح اتعين به حسب دراستي؟ نعم، شوف اذا احنا اجينا للمشاكل فهي المشاكل لا تعد ولا تحصى، خصوصا انه احنا ما شاء الله الحكومه كل المشاكل تحاول تحلها بحلول ترقيعيه ومدى تفكر بالطالب، مدى تفكر بالمواطن نفسه، اضافة لهذا تفكر بهواية أمور. اضافة لهذا مثل ما قالت إيلا انه اكو جانب علمي، اكو جانب تطبيقي، مثلا اكو جانب عملي انه لازم اطبق المادة. مثلا اذا ادرس تربية رياضية، نعم، مثل ما ادرسها اكاديميا، نعم، لازم اطبقها. اختصاصات يعني لازم تطبيق، بالضبط. لازم تطبيق. شلون ممكن اطبقها؟ صح. اذا عن طريق دراسة الكترونية،